وقت المصلحة تيجوا في الشدة ما شفتكوش خدوا الحلو بزيادة وما فيش منكم إفادة من الليلة حالي حالي وهعمل ليكم إبادة اسمي يا الأشهر من الهرم صرت حلو عشان محترم هم قالوا علي العالم لما غطيت على الأعلام اللي كان على حس اتعرف قلبه جابه شكله انحرف لكن انتوا زي ما انتوا جواكم كله نفسان بكره الزمن يدور وكله يجيله دور انتوا هتبقوا في ضلمه وانا لوحدي في النور دول اوانطة 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 ركبوا عربيات من امتى عملوا فيها مصب اتعظمتم بس انا اللي ظبطت الكون حقي جاي وعمري ما اسيبه لو في بق الاسد اجيبه شغل زعبيبه وبصراحة أنا وشاحن علشان حبيت بقلبي فهو ده كل ذنبي بصيت أنا في المراية ما شفتش حد جنبي كنت في عزوة وكترة لكن أنا كنت فترة فترة وبقيت لوحدي وده حالي النهاردة انتوا قدي لقيت مش قدي بس أنا بطنش وبعدي مش شغل حتى روحوا علي يسألوا حيقولوا لكم واتسندق غلطت اني جدع علشان كده بتخدع انا لاجل طيبه قلبي والله شفت البدع عملت الخير كتير وما شفتش منكو غير برهي وانفاق تملي ومفيش فيكم ضمير ابو السيد على طول كسبان اصله راجل بيزنس مان اللي سيطر يابا زمان برضه بيسيطر دلوقتي كينج مصري بجد تقيل لو تعملوا تشوف تقدير فرق بينه وبينكو كبير اصله قطر ومش بيها اسمي يا الاشهر من الهرم صرت حلو عشان